لا زالت هناك حدود قائمة، وما زال إن شاء الله 3 مقابلات بتسع نقاط، تنتمنى إن شاء الله نحقق فيهم العلامة الكاملة، ولكن هادشي كله ما تيمنعش باش ناخذوا الحيطة والحذر. وإلا كان أنا تنظن إلى تضافرات الجهود ديال الجميع وخاصة الجماهير اللي تأكد بالملموس في الغياب ديالها، ما كتكونش المغرب الرياضي الفاسي في القوة ديالها واللاعبين في القوة ديالهم. يمكن أثرات غيابات على التشكيلة هاد المقابلة بلاعبين اللي هامين اللي هما الحارس يزام ودي جي جيزا وشرقي البحري شماخ، ولكن إن شاء الله المقابلة المقبلة مع تمارا خاص 3 نقاط ولا شيء غير 3 نقاط. رضا حكم رجل مدرب إطار وطني قادم بقوة، عنده شخصية قوية، عنده شخصية اللي يمكن لها تعطي إضافة لفريق المغرب الرياضي الفاسي. عدم استقرار لأن كل الدور كله، لأنك ما تخفش عليكم بأن فريق المغرب الرياضي الفاسي تتخبط في مشاكل مادية، مالية الفريق غير مستقرة، مالية الفريق اليوم المشكل العائق. حنا في واحد زمن الاحتراف، حنا كننافسوا واحد الفرق اللي قوية اللي كتوفر على سيولة مادية، ملي كنسمعوا الأرقام المهولة اللي كتدور بها فريق الجيش الملكي، الوداد، الرجاء، أقران المغرب الرياضي الفاسي، تنتأكدوا بأن اليوم إلا بغيتي تنتاد بلاعب أو لاعبين أو شيء مهمين كيكلفوا الفريق، وكاين تراكمات ديال الديون اللي كتفوق العشر سنوات، كاين تراكمات ديال الديون، وهاد الديون هي اللي مأثرة بشكل كبير. القضية ديال بن شرقي ما يمكنش لصالح العام المغرب الرياضي الفاسي وكل مكونات النادي باش تناقش في نهاية الموسم. حنا على بعد 3 دورات من نهاية الموسم، نركزوا المجهودات ديالنا والأفكار ديالنا والتركيز ديالنا وتدبير المرحلة وتدبير الأزمة المالية الحالية ديال 3 المقابلات اللي ما غيتعداوش الشهر، ومن بعد لكل حادث لكل مقام مقال. داك الساعات غادي تكون حنا كتعرفوا الحساب غادي يكون، الامور غادي تكون واضحه، قضيه بن شرقي غادي تكون ان شاء الله في الوقت ديالها، والمكتب غادي يوضح وغادي يكون كل شيء، وان شاء الله ان شاء الله انا عارفين ما ضحى حق وراءه طالب. شكرا.